أهلا وسهلا بكم إلى موضوعنا التالي. التهمت النيران محطة قطار الحرمين السريع في مدينة جدة بعد حريق استمر لساعات ارتفعت خلاله ألسنة اللهب وأعمدة الدخان في موقع المحطة بالسليمانية لتلهب معها الحديث في الشارع السعودي حول أسباب الحريق وآلية التعامل معه، خصوصا بعد مقاطع فيديو أظهرت أجزاء من المحطة قاعا صفصفا بعد أن باشرت فرق الدفاع المدني الحادثة التي لم تشهد أي إصابات. وكشف أمير منطقة مكة خالد الفيصل أن الطابقين الأرضي والأول سليمين، مشيرا إلى تضرر الطابق الثاني وسقف المحطة بشكل كبير، فيما أكد وزير النقل الدكتور نبيل العمودي أن القطار سيعاود تقديم خدماته خلال 30 يوما مستخدما محطة مطار الملك عبد العزيز الجديدة لخدمة سكان محافظة جدة وزوارها. الحقيقة أنه هذه الحادثة استفزت كثير من السعوديين للأمانة، يعني شيء من الشعور الحزين على منشأة مثلا بمماثلة لمحطة قطار الحرمين وفي يوم تسليمها يتم مثل هذا الحريق. السعوديين عندهم صار حساسية من الفساد المستشري، لكن أيضا حدث نفي كثير لما شاع من تهم الفساد اللي يعني أثبتت أنه ما في فساد بقدر ما يمكن ما في شيء من الإهمال الذي حدث مع الحريق. دكتور ماجد، إيش تعليقك؟ إيش الدرس اللي نتعلمه من هذه الحادثة؟ والله شوف، أنا ودي أخذ نقاط سريعة. أي. دائما الإشكالية في المشاريع تبدأ من الاستشاري. وأحيانا الخلل يأتي من الاستشاري. أولا معيارية اختيار الاستشاري ومن يختار الاستشاري، لأن الاستشاري هو الركيزة الأساسية لأي مشروع. هذه نقطة حقي، لأنه هو الذي يضع المواصفات المشروع وهو الذي يشرف على تنفيذ المشروع. طيب. المقاول يأتي دفتر مناقصات فيه المواصفات فيه الكميات فيه التصميم وهو ينفذ. طيب من هو الاستشاري؟ يعني هي شركات أجنبية أيا كانت، طبعا أجنبية ومحلية أنا ما أعرف بالتحديد. ولكن هنا تأتي الإشكالية، وكثير من المشاريع عندنا الناس يحملونها المقاول ولا هي تحمل الاستشاري، لأن الاستشاري هو المسؤول عن وضع المخطط الأساسي للمشروع والتصميم العام للمشروع وهو الذي يشرف على التنفيذ. الجانب طيب الآخر، يمكن المقاول يسيء التنفيذ؟ لا، ما يسمح للمشاريع، لأن في أساسا فيه تسليم متابعة، تسليم في تسليم شهري أساسا. وفي عملية تنازلية لقضية الرصيد المالي والدفع المالي، فما لازم المالك والاستشاري إلى آخره محاضر مستمرة في أن أنا هذه الأجزاء وفق المواصفات. طيب. الجانب الحقيقة الثاني اللي أنا أعرف أن كل المشاريع الحكومية من توقع يكون جزء منها تأمين، يعني شركة تأمين هي المسؤولة عن هذا الأمر، وشركة التأمين أساسا تراجع الملف وتراجع المشروع وتتابع عملية التنفيذ حتى تأمن أن ما يكون عندها مشاكل. طيب. لم يتحدث أحد حقيقة عن تأمين المشروع. ثم أن عادة المشروع حينما يتم في المناقصات الحكومية هناك سنة التسليم بعد انتهاء المشروع بالتاريخ الفلاني، يكون تحت مسؤولية هذه الشركة مسؤولية جزئية لمدة سنة كاملة. هذه النقاط حقيقة لم أسمع أحد تحدث حقيقة عنها في 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 ما يتصل بالحريق. أنا اللي يهمني حقيقة نقطة أخرى سريعة جدا جانب الشكل. أنا زرت عدد من محطات القطارات في العالم. دائما محطة القطار لها رمزين، لها رمز الدولة ولها رمز الوظيفة. رمز الدولة، يعني أنا حقيقة أعجب أن ننشئ محطات بالنظام الحديد والستيل الجديد والشرائح الألمنيوم، هذه لاحظنا كيف احترقت بسرعة. المحطات حقيقة العريقة حقيقة أولا ترمز للدولة، ثم محطة حرمين المفترض تصميمها يشير إلى الحرمين، محطة مثلا الرياض القصيم الشمال ترمز إلى هذا الخط. لو تذهب إلى محطات القطارات في العالم تجد فيها هيبة الدولة وهوية رمز، يعني معليش أنا أمثلتي كلها روسية، لما تروح المحطة اللي تروح إلى بيلوروسيا فيها تصميم معين، تجي المحطة اللي تروح الجهة فيها تصميم معين، حتى لو جاء حريق هو بناء تقليدي. يعني شو معليش، شوف مطار الملك خالد هو افتتح عام 1402 بعظمته وبديكوراته، ما شفنا خرخرة الأمطار، وحتى لو يجي مشكلة فيه بناء خرساني محترم، يبقى التفاصيل الجمالية الداخلية حتى لا قدر لو حدث حريق
واضح. التعامل معها بنسبة 10%. واضح، لأني وقتي أنا يضيق. أشوف الأستاذ محمد العصيمي، أنت تعرف أنه أيضا تدخلت النيابة العامة التحقيق في ذا اللي قام بالتغريد، ويعني تغريد تلقفها العشرات يعني، وهو أشار لوجود شبهة فساد في أنظمة التحكم والحريق. ومع هذا يعني طبعا طالبت النيابة بإثباتات فلم يثبت. ثم أيضا ثبت لنا أن عند الأخ هذا سوابق ولا لا، لكن أنت إيش تعليقك؟ يعني إيش المشكلة في قطار الحرمين أو في المحطة؟ أنا ما أدري إيش المشكلة في المحطة نفسها، ولكن أنا فيما يتعلق باستعجال بعض الأشخاص خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي لتوزيع التهم والتبرع بالفتاوى والفساد وما يحصل وما يعني، هذا الحقيقة يجب أن يعاقب عليه من يرتكبه، لكي يرتدع الناس عن هذه إطلاق هذه التهم بالمجان واستسهال المسألة، لأنه احتراق محطة أو احتراق مبنى أو شيء ممكن يحدث في أي مكان في العالم لأي سبب من الأسباب، سواء كان إهمال في الإنشاء، استشاري، مقاول، عطل كهربائي إلى آخره. بالتالي هذه وجهة نظري فيما يتعلق بالتعليق. بالنسبة للمسؤول اللي طلع وتحدث وخذوا من الناس موقف، اللي هو رئيس شركة سار أو شيء، يعني لم يكن موفق في حديثه، لأنه كما أقول دائما أنا أعتقد أنه من المتطلبات الضرورية لكي يتولى أي مسؤول منصب أن يأخذ أو يحصل على تدريب إعلامي أو ما يسمى ميديا ترينينج، لكي يعرف كيف يتحدث لوسائل الإعلام في حال الضرورة. إيش تعليقك؟ أول شيء أنا أحمد الله أن الخسائر كانت محدودة كثير يعني. الشيء الثاني، أهم شيء إنه ما في خسائر بشرية. هذا أكيد. الشيء الآخر يعني هو لا نزال نحن في المملكة فرحين بتجربتنا مع القطار يعني. وهذه واحدة من المحطات الضخمة والكبيرة في المنطقة الغربية. ونحمد الله أن الأضرار توقفت إلى هذا الحد. أنا يعني ودي أشير إلى نقطة معينة، وهي اهتمام الناس حقيقة الذي لمسناه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا الشعور عند الناس بأهمية أن يكون العمل الحكومي نظيفا ونزيها وبعيدا. وهذا على فكرة تعبير عن الولاء، يعني عن الولاء وعن الوطنية وعن الحرص على المال العام. هذه إخلاص يعني. هذه جزئية مهمة أنا في تقديري عكستها وسائل التواصل الاجتماعي حقيقة التي عبرت عن هذا الموضوع. يعني أما الحريق وما يحدث، هذا ممكن يحدث في أي مكان. الشيء الآخر يعني أسعدني أنا على الأقل المستوى الشخصي تأكيدات المسؤولين وحضورهم من أمير المنطقة والمسؤولين الآخرين. كان حضور قياسي يعني في وقت قياسي، وأكدوا حقيقة للناس أن الدور الثاني والدور الأرضي الذي فيه المعدات وفيه الأشياء المهمة كانت سليمة، وكل الأضرار كانت في السقف العلوي فقط. ممتاز. سليمان إيش تعليقك؟ أنا بأخذ الموضوع من الناحية المعنوية. الحقيقة يعني نحن كسعوديين ننظر القطار أنه الحلم المشروع السعودي، لأنه بلدنا قارة وعندنا حلم أنه القطار يصل كل أطراف المملكة. ولذلك عندما شاهدنا هذا سعير النيران في المحطة وكأنها يعني قد أضرمت في قلوبنا وفي أحلامنا وفي حلمنا الكبير الحقيقة، هذا من جهة. ومن جهة ثانية أنا أعتقد أني يعني لا أتفق مع أخي محمد العصيمي في لجم أفواه الناس عن التساؤلات عن أسباب الحريق، وخاصة في منطقة وشهدت كوارث بسبب الفساد. فمن حق الناس أن يتساءلون وأن يلقون بتوقعاتهم ويضغطون من أجل تحقيق شفاف، ويعني يطلع الشعب والناس على طريقة اندلاع هذا الحريق الضخم والأسباب. والأسباب في منشأة كانت تمثل لنا في الحقيقة نحن كسعوديين حلم. طريق قطار الحرمين حلم لنا والأمة الإسلامية كلها، فاحتراقه بهذه الطريقة أحرق قلوبنا وربما نال من معنوية الحلم الكبير لنا. نحن أعتقد أنه التحدي اليوم أو الرد على هذا الحريق هو في سرعة إنشاء شبكات قطار لجميع أنحاء المملكة، المنطقة الجنوبية، واستكماله في المنطقة الشمال الغرب. ممتاز ممتاز. أنا انتهى الوقت عندي، بقي لي أن
أشكر ضيوف الكرام دكتور ماجد التركي والدكتور سالم اليامي والأستاذ محمد العصيمي والأستاذ سليمان العقيلي. أيضا شكر موصول إليكم، نراكم في السبت القادم في أمان الله.